وكان وزير السعودي عادل الجبير قد أكد أن الدول العربية ملتزمة في الدفاع عن القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعالمين العربي والإسلامي. خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في القدس وغزة في الجامعة العربية، اعتبر الجبير أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مخالف للقرارات الدولية والقانون الدولي. من جانبه، دان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط نقل السفارة مشددا على أن الخطوط الأمريكية مرفوضة غير قانونية وتدخل المنطقة في حالة توتر، ومطالبا بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال في غزة.